لا، محاولة قمص الحصان سواء جسميا بالفعل يحاول بشكل واضح ملحوظ أو نفسيا ينفس محله وده، يعني تقريبا نوعين أساسيين. النوع الأول قصدي محاولة بشكل واضح حتى كان مدرب زين، حتى كان موزون يعني مدرب خلاص طبيعي يحاول يسويها، كان طبيعي سيء يحاول يسقطك لأنه مثلا مو معسوف أو لأنها مدرب خطب قاعد يتخلص منك، زي طبع التشنيع. زي طبعا ما اتكلم عن النقاط، اتكلم عن حصان يعني مركوب ركوب مقبول ولا في طبع قمص ولا يحاول يطيحك، ما ذاك يحاول يقمص مرات. ليش؟ نوعين. النوع الاول حصان من زمان ما فتح عسيف، ما بعد فتح وانت على ظهره، ما قد فتح وانت على ظهره غير انه فتح بدوك، ما غير يفتح بدوك، ما قد هد وعلى ظهره خيال. فمحاولته العنفصه اعتقادا منه انه ما يقدر اصلا يوصل لسرعات عاليه الا وهو قامص، فما يحاول ينطلق الا هو محاول يقمص قبل، ما يحاول يتفلت الا هو محاول يقمص قبل. حتى لو كان معسوف وفتح ومن زمان ما فتحت فيه، من زمان مره ما اعطيتها امر واضح للفتح او اعطيتها اذن واضح للفتح، تلاحظ انه وده ويلعب ذيله ويحاول كنا بيقمص، حتى كان مركوب ركوب مقبول. زي تلاحظ خلال القفز يجيك صام بطل قفز ومركوب شبه يوميا ودم بارد مو بدم حار، ويعطون لانشات يوميا قبل الركوب، قد يكون من ضمنها واسع او فتح شوي، مع انه ما يفتحون فتح حقيقي لا بدوك ولا في ركوب، بس الى حد ما ماشي حالك يعني. فتلاحظ صار حتى بالبطوله قبل او بعد الكورس، حتى لو كان راكب فاز دائما تلاحظ الحصان يحاول يلعب كنا بيقمص، لان الحصان اخر مره فتح عضاره خيال يمكن ما قد صارت او مثلا قبل سنين. اذا لانه من زمان ما فتح وعلى ظهر خيال، سواء قد فتح ومن زمان ما فتح او اصلا ما قد فتح ظهر خيال زي عسيف، فيحاول يقمص ظنا منها لان لن يستطيع الفتح باذن منك او بدون اذن منك الا هو محاول يقمص قبل، فيحاول يقمص قبل ان يحاول يتفلت او ينطلق او يندفع، او يحاول يقمص اثناء محاوله الانطلاق والاندفاع. النوع الثاني والاخر الطاقه. الحصان باختصار طرق الركوب الاخرى بالذات الخاطئه او حتى الصحيحه، اللنشات نص ساعه 45 دقيقه ساعه قبل الركوب يوميا، الحصان كل يوم نص ساعه او 45 دقيقه لنشات قبل الركوب، يعني الحصان موسع وفاتع وهادئ بدوك او لنشات وانت واقف بالنص قبل ان تركب. الحصان راكب دعسه واحده هذا بواسع وخبب شويه، خلينا نقول نص ساعه الى 45 دقيقه ما تركبها، ما عاد في حيل، طاقته خلصت، طبيعي ما يحاول يقمص. حصان زي الحين مثلا الوضع هذا خمس ايام مرتاح، تركب عنانه تطلع تركبه، تهذبه بعد اقل من كيلو، ايش تتوقع اسوي؟ ما هي مرئيه مع حصاني موزون، بس تحس احساس انك كنا وده لو ركبت خيل من خيلهم، مع انها ما توزن نص وزنه وما تسوي ربع اللي يسويه، ما تكعها ورا الدقريوس وتفقد التحكم فيها، لكن ما تحاول تقمص. ليش حصان موزون كنا وده يقمص وحصان غير موزون ما وده يقمص؟ لان هذا فيه طاقه، هذا ما فيه طاقه، هذا بطاقته تمشي بصبعك، هذاك بدون طاقه بيدينك الثنتين تعاني في التحكم فيه، شلون لو طاقته زادت؟ اذا فكره انه يحاول جسميا او نفسيا مرتبطه بالشيئين هذا، ما قد فتح من زمان وعضاره خيال فيبغى نفسيا وجسميا يقمص قبل الفتح، او الحصان طاقته مليانه، موزون او غير موزون طاقته مليانه، فطبيعي ان الشيء اللي بحاوله مع الجميع احاوله معك هنا اكثر نفسيا او جسميا، اللي مدرب زي ما ادري اسوي بشكل واضح، اسوي نفسيا او جسميا بشكل غير ملحوظ، ان طاقتي زايده. اذا قلت الطاقه راح، هناك ما سواه مع انه مدرب خطا، انا ما في طاقه، مجرد ان الطاقه ترجع سواه ونجح، هنا بطاقه او بدون سواه او لا بيفشل. هناك بدون طاقه ما راح يسويه، مجرد تجي طاقه سواه واذا سواه نجح.